أهلا بكم في فقرة كورونا وحياتنا، في تحية للطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة كورونا في اليابان. بدأ سرب خاص تابع للقوات الجوية اليابانية تقديم عروض بهلوانية في سماء طوكيو، وضمن تشكيل مؤلف من 6 طائرات من طراز T4 يجوب الطيارون أجواء العاصمة تحت أنظار الأطباء وأطقم التمريض. ولاقت هذه المبادرة رواجا واهتماما على مواقع التواصل الاجتماعي بين اليابانيين. يعاني مزارعو الذرة في بلجيكا من نقص في مياه الري، ما تسبب في جفاف حقولهم في مقاطعة فلاندرز المحاضية لهولندا. ويتوقع المزارعون خسارة نصف محاصيلهم هذا العام نتيجة عدم إشباع حقولهم بالمياه بشكل كاف وانخفاض منسوب الأنهار المخصصة للري في المقاطعة. وتربط السلطات المحلية هذه المشكلة بارتفاع درجات الحرارة في وقت مبكر من العام وتقلبات الطقس بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. فيما يفتك فيروس كورونا بالبشر، كانت الحيوانات الأليفة والمهددة بالانقراض تتنفس ارتياحا من مافيات ضخمة تقتنص مليارات الدولارات عبر الاتجار غير الشرعي بها، وذلك بعدما أغلقت الحدود بين الدول وأصبحت عمليات التهريب أكثر صعوبة. فيروس كورونا لم يرحم البشر، لكنه كان أكثر رأفة بكائنات أخرى تشاركنا الكرة الأرضية. لم يقتصر الأمر على ظاهرة اقتحام العديد من الحيوانات الشوارع الخالية من الناس، وإنما مع غلق الحدود تراجع الاتجار غير الشرعي بالحيوانات والذي كان يقتل الآلاف منها شهريا. كما أن فيروس كورونا أضاء على قضية أخرى، وهي تناول لحوم الكلاب والقطط، ما دفع الصين إلى منع هذه الممارسات بعدما كان يتم قتل 10 ملايين كلب و4 ملايين قطة سنويا. والاتجار غير الشرعي بالحيوانات ليس بسيطا، إذ يصل حجمه إلى أكثر من 23 مليار دولار سنويا، وهو رابع أكثر العمليات التجارية ربحا في السوق السوداء بعد تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والسلاح. وتتعرض الحيوانات الأليفة التي تقع ضحية مافيات الاتجار غير الشرعي إلى الضرب والتجويع والطرق غير الآمنة للنقل، ما يودي بحياة الآلاف منها. أما الحيوانات البرية النادرة فهي تواجه تهديدا وجوديا، حيث يوجد 30 ألفا فقط من حيوانات وحيد القرن على قيد الحياة اليوم، وهو ما يوازي 5% من عددهم قبل 4 عقود. وتم قتل 20 ألف فيل العام الماضي وحده، كما أن النمور التي يبلغ عددها حاليا 3500 عرضة لخطر الانقراض الوشيك. ويعد انحسار الاتجار بالحيوانات وصيدها مؤقتا، إذ تشير التقارير إلى أن المافيات الدولية ستعود بغالبيتها إلى نشاطها مع تخفيف إجراءات محاصرة كورونا وسط ارتفاع الصرخات لتشديد الرقابة والعقوبات ضد هذه الجريمة. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا، ينضم إلينا من بيروت الطبيب البيطري والناشط في مجال الرفق بالحيوان دكتور ميشيل سلامة. مرحبا بك معنا دكتور. دول العالم تنفق حوالي 250 مليون دولار سنويا لمحاربة الاتجار بالحيوانات، لماذا هذا المبلغ الضئيل جدا مقارنة بمليارات الدولارات التي تنفق سنويا لمحاربة الاتجار بالسلاح أو بالمخدرات مثلا؟ أول شيء مرحبا، بحييكم جميعا. أهلا بك. مشكلة الإتجار الغير الشرعي بالحيوانات كان في دول عطتها أهمية كبيرة، في دول بعد ما عطتها أهمية، وهلأ بوجود الكوفيد 19 اللي صار فيها عرفنا قيمة الحيوان، عرفنا قيمته، لأنه الكرة الأرضية كمان هي له بالنهاية. منشان هيك صار لازم نحمي أكثر الحيوان ونعطيه قيمة أكثر، ونتابع منظمة عالمية للصحة الحيوانية التعليمات تبعها لنحمي الحيوان ونمنع قد ما فينا الإتجار غير الشرعي بالحيوان. لكل الدول لازم تعطي مصاري أكثر للدفاع عن هالشيء ولتحافظ على حدودها لما يصير في أبدا إتجار غير شرعي بالحيوانات.
العمل. طيب بالإضافة إلى رصد الأموال، عمليا ما هو المطلوب لمحاربة هذه الظاهرة، ظاهرة الاتجار بالحيوانات عمليا؟ المطلوب هو قرار من كل الدول، يكون قرار سياسي بكل الدول، يكون في تعاون تام بين المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بين الوزارات الزراعة، وزارات الصحة والجمارك على حدود كل بلد. بده يكون في قرار انه لازم نحافظ على الحيوان ونمنع التجارة الغير شرعية للحيوانات. هذا قرار بياخذوه كل الدول اتفاق لنعمل قيمة للحيوان اللي هو عايش معنا بالكرة الأرضية. نعم في مال أكثر، نعم في مستفيدون كبار تجار، بس هذا قرار لنحمي الكرة الأرضية طيب تبعنا بالإضافة إلى هذا لأنه القرار، نعم بالإضافة إلى هذا نعم القرار الذي يمكن أن تتخذه يعني هذه الدول، توجد أيضا تشريعات وتوجد قوانين يجب أن تسن مظبوط لحماية مظبوط الحيوانات وحماية يعني ومحاربة هذه الظاهرة، ظاهرة الاتجار طبعا بالحيوانات. يعني هل طبعا القوانين والتشريعات الموجودة الآن كافية؟ يوجد تشريعات من المنظمات العالمية، يوجد قوانين، يوجد قوانين في وزارات الزراعة، وزارات الصحة تبع كل بلد، ولكن العبرة في التطبيق طبعا. فكل دولة لازم تطبق قوانينها، وإذا ما كان في عندها قوانين كافية لازم تستعين بتوأمة مع دول متحضرة لتظبط قوانينها من هالشيء. سو أكيد في تعاون بين الوزارات والجمرك والخط الأمان الأمني بهالشيء. أكيد كل دولة لازم تعطي أهمية لهالموضوع، كل في دول عم يعطوا أهمية أكثر من دول، منشان هيك لازم يصير في اجتماعات نعم بين الدول وحرس لعملية شكرا، الحيوانات وتهريب الإتجار غير الشرعي. نعم الدكتور ميشيل سلامة طبيب البيطري والناشط في مجال الرفق بالحيوانات، شكرا جزيلا لك. ختام فقرة كورونا وحياتنا، في أمان الله.